أهلا بكم. 5 ملايين معاق في العراق، تهميش وضياع. أكثر من 5 ملايين من ذوي الاحتياج الخاصة أو الاحتياجات الخاصة العراقيين ظلمتهم حكوماتهم بعد العام 2003 في العراق، إذ قال رئيس تجمع المعوقين في العراق إن هناك أكثر من 5 ملايين معاق، مشيرا أن الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة لا تراعي خصوصيتهم، لا تراعي خصوصية أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا تقدم لهم فرص الاندماج الاجتماعي وفرص العمل، وأن هناك تهميشا واضحا لهذه الشريحة المهمة. بينما تقدر منظمة الصليب الأحمر الدولية أعداد المعاقين في العراق ب6 ملايين نسمة، نتساءل في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لماذا الإهمال الحكومي لشريحة مهمة حتى من وجهة نظر الكثير من الدول المتقدمة؟ لماذا ازدادت أعدادهم بعد العام 2003 بشكل كبير؟ هل العمليات العسكرية ومخلفات الحروب من ألغام وقنابل وانتهاكات جسدية داخل المعتقلات أم غيرها؟ وما هي أبرز العقبات التي تقف وراء الحصول على حقوقهم؟ ولماذا لا يتم دمجهم في المجتمع على جميع المستويات وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الأطراف الاصطناعية ووسائل النقل وغيرها، وشمولهم أيضا برواتب مجزية تتناسب مع حالتهم الصحية؟ في هذه الحلقة سيكون معي ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي، الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات. مرحبا بك أستاذ. مرحبا دكتور تحياتي. وستنضم إلينا في هذه الحلقة الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. ازدادت أعداد المعاقين في العراق بعد العام 2003 بشكل كبير جراء العمليات العسكرية ومخلفات الحروب من الألغام والقنابل والانتهاكات الجسدية المستمرة داخل السجون، فضلاً عن الولادات المشوهة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً خلال احتلال العراق، وسط مطالبات بشأن تقديم الخدمات لهذه الشريحة. رئيس تجمع المعوقين في العراق موفق الخفاجي قال إن هناك أكثر من 5 ملايين معاق في العراق، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة من قبل الحكومة والجهات المعنية لا تراعي خصوصية المعاقين، ولا تقدم لهم فرص الاندماج الاجتماعي وفرص العمل، وإن هناك تهميشاً واضحاً لهذه الشريحة. بينما أشارت منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى أن العراق يعد من بين البلدان التي تحتوي على أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة تقدر بنحو 15% من الشعب، أي ما يعادل 6 ملايين مواطن، فيما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها أن العراق يضم أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، وأن غالبية المعاقين ليس لديهم دخل يذكر. فيما قدرت الأمم المتحدة عدد الألغام والذخائر الحربية غير المنفجرة في العراق بنحو 50 مليوناً، أي ما يفوق عدد سكان العراق، فيما قال ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق إن العراق لا يملك إطاراً زمنياً محدداً للتخلص من الألغام والمخلفات الحربية في البلاد. وسط الإهمال الحكومي لشريحة المعاقين في العراق ثمة عقبات تقف أمامهم، لعل أهمها ملف دمجهم في المجتمع وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الأطراف الاصطناعية والأدوية ومراكز التأهيل، وشمولهم برواتب مجزية تتناسب مع حالتهم الصحية، فضلاً عن تقديم الخدمات اللازمة لهم في جميع مرافق الحياة. أبدأ معك أستاذ شهوة القرداغي. إذن أكثر من 5 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، منظمة الصليب الأحمر الدولية تتحدث عن عدد أكبر، رقم أكبر، 6 ملايين نسمة، يعني هذا الرقم كبير ومهول. يا ترى ما هي الأسباب وراء ارتفاع هذا العدد الهائل لذوي الاحتياجات الخاصة في العراق تحديدا؟
تحياتي لك مجددا دكتور، وتحياتي للمشاهدين الكرام. حقا ملف المعاقين مثل باقي الملفات التي للأسف لم تحظى باهتمام من قبل الجهات المعنية، وأصبحوا فئة إضافة إلى معاناتهم وإضافة إلى المشاكل التي يعانون منها لم يتم تقديم الوسائل المفترضة حتى يتم تسهيل العوائق لهم كما يحصل في الدنيا أو في باقي الدول العالم. للأسف يعني العراق مر بفترات كثيرة من فترات اللا استقرار. يعني أنت لو نظرت إلى فترة 2003 وبعدها، يعني مع الدخول إلى الحرب وبعدها مشاكل أمنية وحروب داخلية طائفية وصراعات وأسلحة، ورأينا في الحرب على الإرهاب تم استخدام يعني آلاف الأنواع من القنابل، وجعل العراق أيضا أرض لتجربة هذه الأسلحة وجلب الأسلحة القديمة، وإضافة إلى كل ذلك يعني إلى الآن تنفجر مخلفات هذه الأسلحة وهذه القنابل التي تم استخدامها في هذا الحرب. إلى الآن هناك من يتعرض لهذه المخلفات ويتعرض للأذى أو يموت أو يصبح يعني لديه آهة مستديمة أو يكون معاقا، وبالتالي إنسانا لا يستطيع أن يقدم أي شيء ولا يستطيع أن يحصل على يعني حقوقه أو يحصل على لقمة عيشه. للأسف يعني هذه الأسباب، الصراعات، المشاكل الأمنية، انتشار الأسلحة، أيضا التعذيب في السجون كما تفضلت، يعني يأخذون إنسان سليم ويخرجونه من السجن وهو إنسان معاق ولا يستطيع أن يعني يقوم بأي شيء، ويصبح عالة على يعني عائلته ولا يستطيع أن يقدم لهم شيئا. هذه الأمور، هذه العوامل جميعها تجمعت وتسببت في أن يكون، إضافة إلى أن هذا الرقم كبير طبعا للدولة، يعني أكبر عدد في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة. 15% من العراقيين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب المنظمة الدولية للهجرة. لماذا العراق فيه هذا العدد الكبير من المعاقين؟ هل هذا الأمر مقصود؟ هل يراد دفن أكثر من 6 مليون عراقي على هذا النحو، حرمان من الحقوق وضياع وعدم يعني الاعتراف بهم حتى كبشر؟ للأسف لم يكن هناك يعني توازن بين إجراءات حكومية أو إجراءات خدمية والعدد الهائل. يعني نحن نرى يعني في بعض الدول هناك طرق خاصة يعني حتى في الطرق يكون هناك خاصة علامات إرشادية ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في المؤسسات الحكومية أو في البنوك أو في المرافق. يعني دائما يكون هناك اهتمام بهذه الشريحة، ومنهم من لديه طاقات يعني ومواهب على المستوى الإداري وعلى المستوى السياسي وحتى على المستوى الرياضي. يعني يرون في العراق ما يجري حتى في الرياضة البارالمبية، هناك ميداليات ذهبية وهناك ميداليات فضية يحصد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق. لماذا هم مهمشون على المستوى السياسي، مهمشون على المستوى المهني، مهمشون في جميع المستويات رغم المواهب التي منحها لهم الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت البيئة دكتور، يعني البيئة يضع الكثير من العوائق للإنسان السليم، فكيف بالإنسان المعوق يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصلا يحتاج إلى يعني موارد إضافية وجهد إضافي حتى يتم إعادة تأهيله ليندمج مجددا داخل المجتمع؟ لأنه هذا الأمر نعم صعب ولكنه ليس مستحيلا. باقي الشعوب أيضا مرت بفترات الحروب ورأت الأزمات، ولكنها بعد ذلك تعافت وتعلمت. الآن يعني لو كانت هناك إرادة، من الممكن أن تستفيد من دول العالم في هذا الجانب ومعالجة هذه المشاكل عن طريق الاستفادة من الخبرات والتجارب الأخرى، ولكن هذا الأمر غير موجود، فالعدد يزداد ولا يتم تنظيف. لماذا لا نقول يا أستاذ شاهو، طبعا باطلاعي على الكثير من الرسائل العلمية، هناك الكثير من الرسائل العلمية الموجودة في الجامعات في داخل العراق يعني تتناول موضوعات ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. يا ترى هل هذه فقط وجدت هذه الأطروحات العلمية من أجل وضعها على الرفوف، أم من أجل تفعيلها وأن هناك مشاكل فعلا قائمة، هناك بحوث فعلا قائمة؟ يا ترى هل هو نقص العقول، هل هو نقص الهمم،
هل هو ملفات فساد تقف عائقا كبيرا أمام يعني تنفيذ هكذا مشروعات من مصلحة 6 مليون عراقي؟ طبعا السبب الرئيسي والمباشر هو يعني دائما نقول أن حتى ما نصت عليه مثلا القوانين بأن يكون لديهم نسبة من المعاقين في دوائر الدولة، يعني يكونوا يتم توظيفهم وإلى آخره، ويتم باستخدام موارد الدولة أيضا لمساعدتهم، هذه النصوص لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، يعني نتيجة للفساد، نتيجة لغياب العدالة في توزيع الثروة. يعني حتى لو يعني لم نفكر أصلا في أدوات تأهيلية وأدوات إعدادية مجددة لهم، مجرد أن يتم توزيع الثروة بطريقة عادلة هم سوف يرتاحون ويحصلون على نصف حقوقهم. يعني نحن لا نقول أن ما يطلبونه في داخل هذه البيئة مستحيلة، لا، بل هم يطلبون 5% من حقوقهم، 10% من حقوقهم، يعني ليس 100% من حقوقهم. هذا الأمر قد يكون مستحيلا في ظل هذا الواقع الذي نشهده اليوم، ولكن من الممكن التخفيف عنهم عن طريق إعطائهم يعني منح أو مساعدتهم ماليا بصورة أكثر، أو يعني تخصيص مبالغ مالية لهم يستطيعون من خلالها أن لا يكونوا عالة على عوائلهم، وأن يستطيعوا على الأقل أن يكونوا مصدرا لوارد مالي إضافي يأتي إلى هذه العائلة. يعني نحن نرى أن دائما من يتعرض إلى الإعاقة يعني غالبا يكون رب المنزل، يعني الذي يكون على عاتقه مسؤولية العمل وإعالة العائلة بالكامل، وبالتالي هو الذي يتعرض لهذه الإعاقة ولا يستطيع أن يقوم بتحمل مسؤولياته تجاه العائلة. إذا لم يكن هناك تدخل ومساعدة لهذا الشخص، فكيف يقوم بإعادة هذه العائلة؟ البعض يقول بأن هناك يعني ميليشيات ساهمت في تحرير الموصل، تمام؟ طيب، الكثير بل يعني نستطيع القول ربما بحدود مئات الآلاف من المعاقين في صفوف الميليشيات التي دخلت الآن. هل تم تعويضهم؟ هل تم الاهتمام بهم؟ أم ماذا؟ يعني هناك الكثير من شهود العيان يتحدثون بأنه فقط أهل المناصب استولوا على كل الغنائم واستولوا على كل الفرص، ولكن يبقى فقط العراقي الذي دخل إلى هذه المدينة وفقد أحد أطرافه ظل مهملا ولا أحد يسأل عليه، فاستفض من صفوف هؤلاء المعاقين الذين ظلمتهم حكومات ما بعد الاحتلال. يا ترى هذا التململ، يعني أنت تعرف هناك عوائل معتمدة على الأب ومعتمدة على الأخ، فكثرة هؤلاء المعاقين هل هذا يؤدي بالتالي إلى يعني ارتفاع وتيرة الشعور بالظلم ضد هذه الحكومات، أنهم قاموا بتوريطهم؟ دائما ينتشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الشريحة التي تفضلت بها دكتور، يعني هؤلاء يقولون نحن فعلنا كذا وكذا وضحينا بأنفسنا ولم يتم إلى الآن تعويضنا أو مساعدتنا، يعني يستنجدون للقاء مسؤول أو قيادي يستطيع أن يقدم لهم بعض أو يقدم لهم منحة، أو وقت الانتخابات يتم تصوير المسؤول وهو يعطي يعني أحدهم كيسا ليس فيه إلا بعض الاحتياجات المنزلية. طبعا هم أيضا يعني يعانون من هذه المشكلة، هذه المشكلة ليست مقتصرة على فقط المواطن العادي أو الذي تعرض إلى المخلفات الحربية، بل حتى من قاتل وخسر أحد أطرافه لا يتم السؤال عنه، وهذا هو السبب الرئيسي وراء الاستنجاد المستمر والبحث عن داعم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والخروج والمطالبة، لأن هؤلاء المسؤولين يعني كما ترى يعني هذه القيادات السياسية إذا لم تكن تهتم بهذا الشخص الذي حارب أو ذهب وحارب من أجل هذا الشخص وبتوجيهاته، وهو كان يدفعه ويقول اذهب وقاتل وبعدها يتم التخلي عنه بهذه الطريقة، يعني هذه المنظومة يعني للأسف إلى الآن لا تفكر بالإنسان، يعني إنسان كونه إنسان مهما كان يعني خلفيته. يعني أو الكثير يتساءل أستاذ شاهو، ملف حقوق الإنسان في العراق، حقوق الإنسان العراقي الضائعة، هناك مطالبات بأبسط مطالب هي حقوق إنسانية، يعني يطالبون بالكهرباء، يطالبون بالتوظيف، يطالبون بالهواء، يطالبون بالماء، يعني أشياء لا تطلب في الدول الأوروبية.
هؤلاء الذين يسمون بأنهم يعني سياسيون في العراق كلهم خريجوا لندن وخريجوا أمريكا وخريجوا أوروبا، من ألم يتعلموا هناك من ضمن دراساتهم وشهاداتهم التي جاءوا بها إلى العراق بعد احتلاله، ألم يتعلموا من دول الغرب الإنسانية كيف يتعاملون مع الإنسان سواء كان إنسان ليس من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ لماذا فقط نسمع بملفات فساد وكمشينات وعمولات وعقود وهمية وسرقات؟ الخلل أين؟ طبعا أثناء وجودهم أيضا في الخارج لم يكونوا متواجدين لأخذ الخبرة والتجربة والنظر في تجارب الشعوب والاستفادة منها ونقلها إلى العراق وخدمة العراقيين، وبالتالي تقديم نموذج مختلف كما قالوا، يعني ديمقراطية مختلفة. يعني هم كان في عقلهم منظومة أيديولوجية، منظومة سياسية قائمة على الكليبتوقراطية، يعني يسموها حكم اللصوص، أن يكون هناك طبقة سياسية ضيقة تدير البلد بطريقة محكمة ويتم من خلالها استحواذ على الثروات الرئيسية. يعني أنت ترى أن أغلب المصادر المال وأغلب القطاعات التي تدير المال هي محتكرة، يعني حتى إذا ذهبت إلى السوق ليس فقط النفط والغاز والأدوية، أي شيء يعني يدير الأموال. الملف الأخير أراضي الجادرية وتورط أبو زينب اللامي فيها، نعم. يعني حتى هذه الأمور هم يعني يتحكمون بها ومحتكرة لمجموعة سياسية، احتكار الثروات، وما عدا ذلك لا يتم الاكتراف بالتداعيات السلبية. يعني أنت تفضلت أن هذا العدد الهائل ألا يشعرون بالظلم؟ يعني 5 ملايين 6 ملايين، يعني هل هذا أستاذ شاهو، يعني هم 6 ملايين لديهم عوائل، لديهم أولاد، لديهم زوجات، لديهم أخوات، لديهم أخوة، يعني ومعيلين، أليس ذلك يعني ربما يؤدي ربما بالحد الأدنى إلى تبلور ثورة، تبلور أيضا مرحلة من مراحل بزوغ ثورة على غرار ثورة تشرين في العراق، تطالب بالحقوق، تطالب بعدم الامتهان، تطالب بعدم التهميش، وصلت المرحلة إلى مرحلة الكرامة عندما تتحدث منظمة الهجرة الدولية أنه يعني 5 ملايين أو 5 مليون عراقي و15% من نسبة الشعب العراقي ليس لديهم مصدر للقوت ومصدر للعيش. أليس هذا ربما يولد ثورة للجياع؟ الآن الشعب العراقي شعب يعني 15% من عنده فقط هؤلاء يعتبرون يعني جائعين، ليس لديهم وظيفة، كيف يعيلون يعني ذويهم في ظل هذا التردي الاقتصادي والارتفاع بالأسعار وفي ظل هذا الامتهان؟ هناك مدارس، هناك متطلبات أخرى، كل ذلك ألا يؤدي إلى اندلاع ثورة؟ لو كانت الموارد قليلة وكانت يعني الحرمان متساويا بين طبقات الشعب لكان من الممكن لهؤلاء أيضا أن يصبروا ويتحملوا ويقولوا أننا ننتظر تحسن الأمور وتحسن الأوضاع ولعل الأوضاع يعني تذهب للأفضل مستقبلا. ولكن عندما يشعر المواطن أن هناك يعني تفاوت وأن هناك طبقية عالية وأن هناك طبقة تعيش يعني برفاهية كبيرة ولا تعرف ماذا تفعل بالأموال التي تستحوذ عليها أو تحصل عليها يوميا، بالمقابل هناك من لا يجد قوت يومه، من لا يجد مصدرا للدخل، من لا يجد نفسه محاربا من كل النواحي، لا يستطيع أن يحصل على حقوقه، وليس هناك أي مبادرة لمساعدته على التأهيل أو مساعدته في عن طريق بناء، هناك أحيانا يعني مشاريع لبناء مصانع لهذه الشريحة، هذه يعني الفئة يعني هي شريحة مهمة جدا تماما وتعتبر قوة اقتصادية في الكثير من الدول. فكيف بالعراق نتحدث عن 6 مليون عراقي؟ اسمح لي أن أنتقل وأرحب بالدكتورة فاطمة العالي مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حيكم حي مشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام. أهلا دكتور. دكتور نتحدث عن ملف مهم، نتحدث عن ملف 6 مليون عراقي بحسب منظمة الصليب الأحمر الدولية
نتحدث عن 5 مليون عراقي بحسب يعني مصادر من داخل الحكومة في العراق أو جمعيات مختصة معنية بالمعاقين في العراق. يعني هذا الرقم الهائل ألا يعتبر قوة اقتصادية؟ ألا يعتبر قوة تربوية؟ ألا يعتبر قوة اجتماعية؟ ما هو سبب تهميشهم، عدم دمجهم في المجتمع، عدم الاعتراف بهم كإنسان؟ نعم، يعني كما تفضلت، يعني هذا هو ما تقوم به الحكومة، هو تهميش تام لهذه الفئة التي أصبحت تشكل يعني رقم كبير بالنسبة لي مقارنة بعدد السكان في العراق. وأكبر دليل على ذلك هو افتقار الحكومة إلى أرقام رسمية توضح وتبين عدد المعاقين وتوزيعهم وفئاتهم، والكثير من يعني الإحصاءات التي ممكن أن تقوم بها بدل أن نعتمد على مصادر من سواء مثلا من مفوضية حقوق الإنسان أو من بعض الجمعيات المعنية بالمعاقين. هي متعمدة بعدم الكشف عن أعدادهم؟ نعم بالتأكيد، لأنها ليست لديها أي اهتمام بالنسبة لهذه الفئة. الاهتمام بهذه الفئة يتطلب تخصيص موارد مالية، تخصيص كفاءات تساهم في تطوير هذه الفئة العديد، تخصيص مدارس خاصة لبعض الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى مدارس خاصة بهم. هذه لا تريد الحكومة أن تقوم بدورها في هذا الموضوع والاهتمام بهذه الفئة، لأنها مشغولة الحقيقة بتوزيعها ميزانية العراق على الفاسدين، على الميليشيات، على الأحزاب، على الكثير من المستفيدين الذين ينهبون هذه الأموال، ولذلك فهي تتعمد إهمال هذه الفئة. مع العلم أن هذه الفئة كما تفضلت هي ممكن أن تكون لديها قوة اقتصادية مؤثرة، خاصة وأن الكثير منهم بالرغم من احتياجاتهم الخاصة ولكنهم لا يزالون أفراد منتجين ويتعلمون. يعني مثلا الذي مثلا لديه إعاقة بصرية، هل هذا الشخص لا يتمكن من التعليم؟ نعم يستطيع من خلال توفير الكتب الخاصة بهذه الفئة، والكثير منهم يعني أذكياء، هم أفراد أذكياء ومنتجين ولا يريدون الجلوس والاعتماد على الآخرين. إضافة إلى ذلك هناك أيضا من هم تعرضوا للإعاقة وهم مسؤولين على عوائل، مسؤولين عن إعالة أطفال وأطفالهم ونسائهم سواء كانوا ذكور أو إناث، ولا زالوا هؤلاء يستطيعون الإنتاج ولا تريد الحكومة الاستفادة منهم. إذن هناك الحقيقة تهميش متعمد لهذه الفئة، محاولة منها في زيادة أضعاف وتفقير الشعب العراقي كما هو حاصل الآن من خلال العديد من الخطط، ومنها تهميش هذه الفئة. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير المخصص عن ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق. إذن موضوعنا هذه الليلة 5 ملايين معاق في العراق، تهميش وضياع. أستاذ دشاغ والغرداغي نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن هناك يعني الأمر ازداد مرارة داخل مخيمات النازحين. هم من جهة يتعرضون إلى التهميش والاضطهاد والاتهام بالإرهاب من قبل
الجماعات التابعة للميليشيات في الحكومة، وهناك أيضا تحريض إعلامي ضدهم. داخل هذه المخيمات هناك الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء مظلومون ظلما مرتين. يا ترى يعني كيف سيكون انعكاس ذلك على الواقع في العراق وحالة من الشرخ أو إحداث الشرخ المجتمعي أو الشرخ الاجتماعي بين العراقيين؟ طبعا نحن نرى ونتابع يعني الحالة المؤسفة والمؤلمة الموجودة يعني داخل المخيمات النزوح، وخاصة من يعاني من الكثير من الأمراض والإعاقة، ورغم هذا الأمر أيضا يعيش في خيمة وأيضا محروم من حقوقه وأيضا متهم وغير مسموح له بالعودة إلى مناطقه. يعني هذا يعني تراكم الظلم أو تراكم الآلام على هؤلاء الأشخاص، ودائما تماما ودائما ما يصدر عنهم يعني الكثير من المناشدات، ونحن نحاول أن نوصل صوتهم أيضا إلى الجهات المعنية، ولكن للأسف يعني ليست فقط الجهات الرسمية، يعني حتى من كان يعني يرفع شعار الدفاع عن النازحين والدفاع عن آلامهم وإيصال صوتهم أيضا تاجر بهم وذهب ولم يعد. يعني للأسف ملف النازحين كما أنه ملف معقد، وأيضا أصبح ورقة انتخابية يستخدم فقط وقت الانتخابات من قبل بعض السياسيين للمتاجرة، ويتم زيارة هذه الخيم ويتم إطلاق الوعود والتعهدات إلى أن يحصلوا على الصوت المطلوب أو التعاطف من قبل الحاضنة التي ينتمي إليها هؤلاء، وبعدها يتم التخلي عنهم بعد انتهاء الحملة الانتخابية. للأسف يعني هؤلاء لا يجدون آذانا صاغية سواء من الجهات الرسمية أو المؤسسات المعنية أو حتى المنظمات الدولية، قد تكون لا أدري لا تستطيع أو هي أيضا يعني تهمل هذا الجانب، والجميع ينظر إليهم كيعني عوائق لا يمكن الاقتراب منها، سواء الطرف الذي يتاجر بهم أو الطرف الذي يريد أن يتخلص منهم ويتهمهم بكل الاتهامات، ولا يشعر أن هذا الأمر يشكل قنبلة قد تنفجر في أي وقت. يعني نحن عندما نتحدث عن فترة العدالة الانتقالية وفترة ما بعد الحروب، دائما يجب أن يكون ما بعد الصراعات والحروب أن تأتي سياسات عقلانية، كما يحصل يعني مع في تجارب الدول سواء في أفريقيا في آسيا في أوروبا في الدول الأخرى. نرى أن هذه المرحلة لأنها مرحلة حساسة يتم التعامل معها بصورة دقيقة يعني كعملية جراحية، ولا يتم ارتكاب نفس الأخطاء وتهميش المهمشين من جديد وإقصاء شرائح كبيرة من المواطنين والتعامل معهم كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة أو إلى آخره. يعني الآن للأسف في العراق هناك لا يمكن درجة خامسة أو سادسة، يعني ليس فقط درجة أولى وثانية، يعني لم يتم التعامل بهذه العقلية لإنهاء آثار الحروب والأزمات وبدء صفحة جديدة بصورة عقلانية لبناء دولة من جديد والتخلص من الآثار السلبية، وأيضا وضع نقطة أمام أخطاء الماضي. يعني كان من الممكن وكان من المفترض أن يحصل هذا الأمر، ولكن بهذه العقلية لا تستطيع أن تفعل ذلك، وبرغم التوصيات من جهات دولية ومن خبراء ومراكز دراسات باتخاذ هذا المسار، ولكنهم اتخذوا المسار المعاكس واختاروا تكرار الأخطاء السابقة. وبلا شك من يكرر الخطأ لن يحصل على نتيجة مختلفة، يعني اتباع نفس الخطوات سيأتي بنفس النتيجة. في هذه النقطة أستاذ شاهو اسمح لي فقط نقطة مهمة، يعني المنظمات الدولية، أنتقل بالسؤال للأستاذة الدكتورة فاطمة العاني، المنظمات الدولية هل يا ترى هي مقصرة في تسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق؟ هي هناك الكثير من التقارير الدولية سلطت الضوء على النازحين وأزمة النازحين ومعاناتهم واتهامات لهؤلاء النازحين بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وهناك أيضا من داخل هذه المخيمات أو داخل المعتقلات في العراق هناك الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، أي أنهم يتعرضون إلى ظلم متعدد. المنظمات الدولية هل سلطت الضوء عليهم؟
الحقيقة نحن لا ننكر أن هناك في الحقيقة يوجد تقصير ليس بالكبير، ولكن هناك تقصير في هذه الناحية، لأنه عندما تصل إلى أسمع هذه المنظمات أن هناك مثلا أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتعرضون مثلا إلى نوع من أنواع التعذيب، هم يركزون على هذه النقاط. وفي بعض الأحيان يعني عندما يتم تسليط الضوء على أي نوع من أنواع الانتهاكات، واحد من هذه الأسئلة التي يتم الاستفسار عنها، هل هذه الضحية هو في الحقيقة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعني يتمتع بكامل الصحة البدنية. يتم التسليط على هذا الموضوع عندما تكون هناك فقط مناسبة لإصدار بعض التقارير أو للتذكير، عندما يكون يوم مخصص لذوي يوم عالمي مثلا. غير هذه الأمور ففي الحقيقة العراق هو الذي يجب أن يهتم بهذا الموضوع، وهو الذي يجب أن يشد انتباه العالم إلى هذه الفئة عن طريق حتى طلب المساعدة من الأمم المتحدة. ولكن الآن الذي يحدث هو كما قلنا من البداية هو محاولة لتهميش كامل هذه الفئة. الحقيقة التقارير كما قلت أنا، هناك تقارير قليلة، ولكن هي في الحقيقة كافية لأن يتم تسليط الضوء على هذه الفئة. أيضا إضافة إلى ذلك، الأمم المتحدة لا تريد التدخل كثيرا في مثل هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع بالذات يحتاج إلى إمكانيات مادية. ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يحتاجون إلى يعني موارد مادية من أجل يعني تنفيذ شروط. الحكومة أولى بهذه الموارد. هناك لجان، يعني لجان حقوق الإنسان في الحكومة، في داخل الحكومة. ما هو دورها يا ترى؟ ما الذي تعمله؟ في الحقيقة ليس لهم، لن نرى لحد الآن أي دور لهم، يعني المفروض الذي يقومون به من خلال قيام بإحصائيات، على الأقل إحصائيات تبين عدد الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة، تقييم لما يترتب عليه من موارد يجب أن تقوم بتوفيرها الحكومة بالنسبة لهذه الفئة، من عن طريق توفير حتى البيوت الخاصة لبعض حالات التي كما نرى في الحقيقة في الكثير من المجتمعات الغربية هناك يعني أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على سكن مناسب، في الحصول على معونة وضمان اجتماعي، أولوية في المدارس، حتى أولوية في توفير الموارد الأساسية التي تكفل لهم حق الوصول إلى التعليم، الصحة، توفير الأدوية الخاصة لبعض حالات الإعاقة التي تتطلب الوصول إلى أنواع معينة من الأدوية، أنواع معينة من الغذاء. الكثير الحقيقة من هذه الترتيبات التي الأولى بها هي هذه الحكومة كما تفضلت أن تقوم بها، ولكن هذه الحكومة تحاول التملص بها من هذا الدور والابتعاد عن هذا الموضوع، وفقط الدعاية أن هؤلاء يعني وصلوا إلى هذا الحال بسبب الحروب والنزاعات وغيرها من أجل الوصول إلى مبتغياتهم وما يريدون من وراء هذه الحملات الإعلامية والدعائية. أما غير ذلك فالمعاق لا يزال على حاله البائس، على حاله من الفقر، على حاله من التهميش والتمييز الذي يمارس ضده يعني البصح. في هذه الحالة، يعني إذا كان ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاق في العراق الآن يستمع إلى هذه الحلقة، وأكثر من ربما 5 ملايين إنسان عراقي الآن يستمعون إلى هذه الحلقة ويريدون أن يستمعوا، أن يعرفوا ما هو المخرج، ما هو الحل. هل الحل بيد نقابة المحامين؟ هل الحل بيد نقابات متعلقة بحقوق الإنسان لها ارتباطات بالمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية في العالم؟ كيف يوصلون صوتهم إلى العالم كي يحصلوا على حقوقهم الإنسانية وحقوقهم كعراقيين في هذا البلد النفطي الغني الذي لم يجنوا منه حتى أي مرتب يحفظوا به كرامتهم؟ نعم، يستطيعون، يعني يستطيعون إيصال صوتهم إلى مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة عن طريق كتابة الشكاوى.
الوصول إلى المنظمات غير الحكومية التي تتعاون مع الأمم المتحدة، وإيصال شكواهم بالطريقة التي تفهم هذه المنظمات أن حال هؤلاء الفئة في العراق حال بائس وفي منتهى البؤس. الشخص الآن الذي يريد أن يحسن من وضعه لابد أن يتحرك. يعني أنا الآن جالسة ولكني لا أستطيع أن أصل إلى كل ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، ولكن هم يستطيعون أن يصلوا إلى أي منظمة يريدون أن يتكاتبوا معهم، وهم وهذه المنظمات بدورها بإمكانها إيصال أصواتهم إلى. وإذا كانت هناك في الحقيقة جمعية ممكن أن تتولى هذا الموضوع أو مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتكاتفوا بينهم ويقوموا بكتابة شكوى جماعية، هذه سوف يكون لها وقع أفضل، وتستطيع المنظمات وحتى مركزنا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أن نوصل هذه بكل ممنونية إلى جميع يعني الأقسام الخاصة والمعنية في الأمم المتحدة بذوي الإعاقة، لأن الحقيقة هناك ارتباطات عديدة لمشاكل التي يتعرض لها والانتهاكات التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة. أقسام عديدة من الأمم المتحدة تعنى بهذا الموضوع، وليست فقط من يعنون بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، بل أيضا هناك العديد من يعني الأقسام الخاصة في الأمم المتحدة. مثلا هناك ذوي الاحتياجات الخاصة في السجون الذين يمكن أن يتعرضوا إلى أي نوع من أنواع التعذيب، هذه يعني تدخل ضمن الانتهاكات، وهذا يعني أن هذه القضية سوف تكون أكبر. الحقيقة لا يجب السكوت، دور هؤلاء الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع هو الدور الأول، هو اللبنة الأولى، هو الخطوة الأساسية، والتي بعدها سوف تتولاها هذه المنظمات وهذه المراكز، وهي التي سوف تتمكن من إيصال هذا الموضوع، وبالتالي أن يتم تحرك للأمم المتحدة باتجاه إيجاد حلول وضغط على هذه الحكومة من أجل أن تهتم بهذا الملف بدل أن توزع الأموال ويستفرد بها الفاسدون والذين نهبوا خيرات هذا الوطن من دون أن يستفيد منهم حتى هذه الفئة الضعيفة التي يجب حتى من منطلق إنساني ومنطلق أخلاقي ومنطلق ديني أن يتم الاهتمام بها والعطف والتعاطف معها بدل أن يتم تهميشها بهذه الطريقة. نعم، منه تهميش يعني غاية في الإجرام. أستاذ شاخو، يعني البعض من الشهود العيان في داخل العراق يتحدثون عن أن هؤلاء أي ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم الكثير من جماعات الجريمة المنظمة بتهديدهم من أجل يعني العمل معهم في موضوع نشر المخدرات، في موضوع التسول، في مواضيع أخرى تكون يعني أموالها لصالح ميليشيات بعينها ولاؤها لجهة إقليمية. هذا الأمر ألا يدفع بالتالي يعني أي تحرك من المجتمع الدولي لتسليط الضوء على ليس فقط يعني مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وليس فقط ملف النازحين، وليس فقط ملف المرأة والعنف الأسري، وليس فقط ملف المخدرات؟ ألا يدفع ذلك للمجتمع الدولي أن يلتفت إلى العراق الالتفاتة التي ينظر بها إلى باقي الدول في أوروبا التي عندما تغرق فيها قطة ينتفض العالم كله لأجلها؟ طبعا كما تفضلت أنت دكتور، يعني المشكلة لا يقتصر فقط على المعاقين وإضافة إلى النازحين، وبعدها لديك شريحة العاطلين عن العمل، وبعدها لديك شريحة أخرى وأخرى وأخرى، يعني نعم. كل شرائح المجتمع تجمعهم يعني يشكلون 90% من المجتمع يعاني. هل هم يعني راضون على أداء الحكومة في العراق بهذا التهميش وهذا الانتهاكات لحقوق الإنسان؟ يعني المجتمع الدولي الذي يضفي الشرعية على الحكومات المتعاقبة؟ طبعا يعني المجتمع الدولي أو المنظومة الدولية أو هذه الدول الكبار التي هي تتحكم بالكثير من ما يجري في بلادنا، يعني بغض النظر عن
العملية الديمقراطية التي يسمونها وموجودة، ولكن الكثير من القرارات في مجال الطاقة، في مجالات أخرى، في المجال السياسي يعود لهذه الشركات الكبيرة العابرة للحدود، والتي هي تنفذ أجندة معينة لدول معينة بلا شك هي تنظر إلى مصالحها يعني، ولا تكترث بمعاناة عاطل عن العمل أو معاناة معاق أو ذوي احتياجات خاصة هنا أو هناك أو شعب كامل حتى إذا كان ينادي بحقوقه. وهو المصالح هي التي تحرك العالم تماما، المصالح هي التي تحرك هذه الدول في تعاملاتها، في توجهاتها، في يعني التعامل مع القيادات السياسية، صناع القرار داخل العراق، المؤسسات المختلفة، وبالتالي حتى يعني المناشدات لو حصلت للمنظمات الدولية أو المنظمات الغير حكومية أو الجهات التي تركز على ملفات حقوق الإنسان، هي من الممكن أن تؤتي بنتائج حتى لو كانت ضئيلة، حتى لو كان على مستوى عوائل معينة أو شرائح معينة، هي التي تؤتي يعني بثمار حتى لو كانت ثمار قليلة أو حتى كانت نتائج يعني متواضعة، أفضل من أن المناشدات التي تذهب إلى جهات هي لا تكترث بمطالبات الشعوب، يعني ليس فقط في العراق، يعني بالمجمل في المنطقة العالم الثالث كما يسمونها، أو المنطقة التي نرى فيها أن الشعوب ليست لديها يعني القدرة على تجسيد إرادتها في الحكم، أو رؤية إرادتها، أو أن تكون قادرة على التغيير في المنظومة السياسية. هذه الشعوب لا تستطيع أن تغير، وبالتالي هناك عوامل داخلية وخارجية هي التي تتحكم بتوجيه المشهد السياسي. وبالتالي العراق أيضا نتيجة للتدخلات الإقليمية والدولية وفتح المجال أمام الجميع كي يدخل ويلعب وكأن الساحة للجميع، في هذه الظروف ليس من السهل أن يستطيع المواطن أن يعني يرى أو يجسد رأيه في داخل المنظومة السياسية ويستطيع أن يؤثر بطريقة فعالة إلا إذا كان بطريقة بسيطة ومتواضعة. رغم ذلك يعني دائما نحن نقول أن في حال كانت هناك إرادة حقيقية، الموارد موجودة، الطاقات موجودة، القدرات موجودة، وأيضا هناك إمكانية تحقيق الاستقلال السياسي، السيادة الحقيقية داخل البلاد في حال وجود هذه الإرادة الوطنية التي يعني من الممكن أن تتحقق، ولكن إذا لم تكن هذا الموجود، وإذا كانت الأطراف السياسية وصناع القرار متشبثون بآرائهم بأفكارهم القديمة، فبلا شك أن يتم إعادة بناء المشهد ولكن بصورة مختلفة، ولا يتغير شيء على أرض الواقع. يعني المعاناة تبقى مستمرة، الشرائح تبقى تعاني وتبقى تريد بتحسين الوضع المعيشي لها، ولكن لا تستطيع أن توصل صوتها إلى صانع القرار بصورة مباشرة، وأن توصل رسالة بأنها قد يعني تنفجر في أي وقت، أو إن هي قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت في حال لم يتم الاستجابة لها، لأنهم لا يكترثون حتى لو وصل الأمر إلى هذه الدرجة. يعني أنت تعلم دكتور أن الجميع أو الغالبية يمتلك جنسية دولة أخرى أو جنسيتين على الأقل يعني كاحتياط، والأرصدة هي خارج البلاد، وبالتالي الخطة أيضا موجودة عندهم يعني. نعم، في من نظام المحاصصة، من نظام المحاصصة. دكتورة فاطمة، يعني نظام المحاصصة ماذا قدم للعراقيين ككل؟ ماذا قدم لفئة الصحيحين يعني ليس لديهم إعاقة؟ ماذا قدم لفئة المعاقين؟ ماذا قدم للطفولة؟ ماذا قدم للشباب؟ الآن أصبح طموح الشاب العراقي الهزيمة من العراق، الهروب من جحيم العراق، ليس هناك فرص عمل، ليس هناك أمل في الحصول على مستقبل جيد، ليس هناك أي يعني أي أمل. يعني الكثير منهم الآن يعني يتأملون أن يتعينون في دوائر الدولة بأجور زهيدة جدا في مقابل فقط بصيص من الأمل. هل هذا هو حال الشاب العراقي، الشباب التي هي تعتبر مرحلة قوة أي أمة، مرحلة قوة أي شعب؟ يعني هذا الأمر كيف سينعكس بالمستقبل على الأيام التالية؟ نعم، بالتأكيد يعني هو في الحقيقة
أس مشاكل العراق هو هذه العملية السياسية وهذه المحاصصة الطائفية وهذا النظام السياسي الذي زرعه الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وهذا الدستور البائس الذي كل هذه العوامل ساهمت بشكل يعني أساسي وهي أساس كل مشاكل العراقيين، مشاكل الشباب خاصة، مشاكل هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشاكل الكبار، مشاكل الصغار، مشاكل الضعفاء، مشاكل الأصحاء، كل هذا الذي يحدث في العراق وهذه الفوضى وهذا انعدام الأمن وهذه الصراعات والحروب والنزاعات، كل هذا هو سببه ما زرعه الاحتلال الأمريكي للعراق في العراق منذ عام 2003. وهذا في الحقيقة يلقي على شعب العراقي مسؤولية كبيرة، مسؤولية تغيير هذا الواقع، الاستسلام للواقع والبكاء والهروب وكل هذا الذي يقوم به الشعب العراقي لحد الآن هذا ليس به أي فائدة، والحقيقة النتيجة واضحة وحالة البؤس وما ويعني واضحة على الشعب العراقي. إذا السكوت والاستمرار بهذا الواقع سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور، مزيد من ولا بصيص أمل ولا في الحقيقة يوجد أي أمل في أن يعني الحصول على أي شيء وأي فائدة من هذه العملية وهذه السياسة وهذه المحاصصة وهذا الدستور. إذا طريق الشباب الحقيقة الواضح لديهم الآن ولهم الحقيقة الذين يمتلكون هذه القوة هو تغيير هذا الواقع، وبالتالي تغيير بالتغيير الإيجابي أنا أقصد هنا، وبكافة الوسائل وكافة الطرق من أجل أن تحسين ما يحدث واقع هذا البائس في العراق والوصول إلى كرامة والوصول إلى حق وكافة الحقوق التي يجب أن يتمتع عليها بها الشعب العراقي، ومنها التمتع بموارد العراق، هذه الموارد التي تذهب إلى جيوب الفاسدين دون أن يستفيد منها حتى هذا الشاب، حتى هذا الطفل، حتى هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، المريض، كل هؤلاء لا يصلون إلى على أي حق من هذه الحقوق. إذا فلماذا السكوت؟ ولماذا الصبر على هذه الحكومة؟ الصبر في حالة شدة، ولكن ما نراه في الحقيقة هو سكوت على هذا الواقع البائس، والأفضل أن لا يبقى هذا السكوت مستمر بهذه الطريقة لأنه ليست له من بعده أي فائدة، بل حقيقة يجب على هؤلاء الشباب، هؤلاء الذين يستطيعون، هؤلاء الذين لديهم القدرة أن يكافحوا ويناضلوا من أجل تغيير هذا الواقع، لأنه في الحقيقة سوف ينعكس مهما كانت يعني التضحيات التي سوف تبذل، سوف يكون في الأخير هذا التغيير ينعكس إيجابيا على الشعب العراقي، والحقيقة التجارب التي مر بها العالم يستفاد منها، نحن لدينا تاريخنا، نحن لدينا ماضينا ولدينا حاضرنا ولدينا مستقبلنا، نستطيع أن يعني نأخذ من التجارب التي مر بها العراق عبرة ممكن أن تنير لنا الطريق الذي نستطيع به تغيير ما يحدث في العراق، ومر العراق بهذه الظروف من قبل ونعرف جيدا كيف استطاع من خلال التغيير الجذري وإزاحة هذا الظلم الذي يمر به العراق أن يتخطى كل هذه الصعاب وأن يحصل على مستقبل أفضل وحياة أفضل وللكرامة الإنسان ولكافة نواحي الاقتصادية سواء أو الاجتماعية أو كل هذه النواحي تكون له بالتالي أفضل من هذه الحياة البائسة يعني التي لا أمل فيها. دكتورة فاطمة، أخيرا في أقل من دقيقة أستاذ شاهو، يعني الآن الحكومات المتعاقبة منذ 20 سنة بيدها شيئان، بيدها المال العام النفط، بيدها الشيء الآخر وهو السلاح سواء كانت الميليشيات الموالية لها أو الموالية لإيران. هل تأمن الحكومات المتعاقبة من أي ثورة شعبية وتقول بأن لديها النفط ولديها المال ولديها السلاح وبالتالي من لا يعجبه فليخرج من العراق في أقل من دقيقة؟ طبعا للأسف الانطباع العام لدى الشعب هو يعني هذه النتيجة التي تفضلت بها، لذلك يفكر الجميع الشباب وحتى العاطلين عن العمل وحتى المعاقين بالهروب،
والذهاب إلى الخارج، وهذه العقلية عقلية خاطئة، ومن المفترض على الحكومة أن تفكر بطريقة أن تعمل لأجل المستقبل، لأجل بعد 20 سنة، يعني أن تؤسس الأجيال القادمة، لا أن تفكر فقط في اليوم وفي المصالح الآنية. وبما أن الموارد موجودة، من الممكن تغيير هذه الرؤية والاستراتيجية وخدمة العراقيين بطريقة أفضل حتى يكون لا يلعنهم الأجيال القادمة. شكرا جزيلا للأستاذ شاهو القرداغي، الباحث في مركز رمان للبحوث والاستشارات، ضيفي في الاستوديو. وشكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.